أنا أم حسن من ريف الشام، تهجرت لهون على إدلب. بعد فترة كنت حامل، نزلت لأولد بالشام بالشام بمشفى، حاجز لقطيفي وأنا نازلة على الشام أخذني تقريبا الساعة 1 بالليل، وكان معي ابني عمره 2 ونص. تم اعتقالي على فرع الخطيب أمن الدولة، وضليت فيه فترة. بعدين تحولت لكذا فرع، أفرع كتير تحولتها ولوصلت لعدرا. وقت كنت حامل يعني كانت وضعي كتير سيء، وبعد التحقيق بثلاث أيام أخذوا ابني مني. هو أكتر شيء يعني أثر فيني إنه ما عرفت وين هو، إنه أخذوه بدون ما يقولوا لي لوين أخذوه. ولبعد 4 شهور لحتى عرفت إنه يعني هو موصلينه لبيت أهلي لبيت جده. وضليت بالمعتقل بالفرع الخطيب، أخذوني مرتين على المشفى بسبب يعني صحتي كتير سائت، من نومي على الأرض وهيك كلاوية كتير توجعني، وصار معي التهاب أعصاب، ومن كثر الضرب صار معي كتير يعني قصاص. أخذوني على المشفى، يعني هذا أكتر موقف يمكن ما بنساه، إنه المشفى إنه أخذوني مكلبشة وفي سيارة أمن كبيرة، وكانت يعني طريقتهم كتير كتير يعني صعبة. لا دكتور رضي يقرب علي ولا دكتورة، إنه يخافوا ولا أي حدا يحسن يحكي معي. وبعدين طلبوا لي صور وتحاليل وقالوا إنه وضعي كتير سيء، وتأكدوا إني أنا يعني حامل وإني بولد قيصريات